بالامس لمباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. رائعة هذه الاجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وعادي. اذا فاتتك البداية فلا تقلق لان المباراة في لحظاتها الاولى. المدرب يعرف انه مع الضغط يكون هنالك اخطاء، مع الاخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك اهداف. تقدموا في وقت مبكر للغايه من هذه المباراه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، مرور جميل هنا، لمسه داخل منطقه الجزاء، تمريره بعيده كان بامكان تنفيذ الكره بشكل افضل. يلعب كره الى الامام، مرت الكره بشكل جميل. غونزالو غويدس، خيمينيز، غونزالو غويدس، صدمت الكرة في العارضة. غونزالو غويدس يقوم بانطلاقة رائعة. دفاع يشتت الكرة. فودن، اندفاع غير عادي من جهة اليسار. وصلت إليه. يتقدم بمحاولة تسديد. عدت كرة خطيرة جدا خارج المرمى بفارق بسيط. روبن نيفيس. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل، توقيت هو مفتاح هذا الهدف. الثاني ياتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة. متفوقون بفارق هدف واحد. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. نيلسون سيميدو. كرة بعيدة جدا وخارج المرمى. دي بروين.
الدفاع هنا كان الأفضل، وعليهم أن يفكروا في حلول أفضل للتعامل مع هذا الضغط. مع مواجهة أسلوب يعتمد على الاختراق بالكرات البينية، يجب أن يكون الدفاع حذر جدا في التعامل مع هذا النهج. تمركز سليم، إغلاق زوايا التمرير، القرب من بعض، راحة الكرة، ميدس، الكرة داخل الشباك. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. أداء رائع، استمرارية في الأداء، جميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. تقدم بهدفين مقابل لا شيء. بالتأكيد ألاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بكثير من الجنون. ينجح في لعب كرة عرضية. تصدي رائع جدا من الحارس، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. يرتكب مخالفة واضحة جدا. انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. كرة إلى الأمام، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. بعد فرصة متاحة وخطيرة جدا. دي بروين